وكان كانت ريستورون تاعك طنجة غير هنا؟ نعم. وين كانت ريستورون تاعك؟ ها هي هنا قدام بن باديس. قدام بن باديس. هذاك زمان شفع لك اليوم كانوا يجوا عندك. يا حاصرة. شكون كلاو عندك لي زيكيب اللي كانوا ياكلوا عندك؟ لي زيكيب كلات عندي لانطات كلات عندي من 62 حتى ل 92. الله يبارك وزيد شكون كانوا يزورك؟ لي اس ام اس كلات عندي. ها. الصاص كلات عندي. ها. سي ار بي كلات عندي. سي ار بي. جيسكا كلات عندي. جيسكا كلات عندي. والودية كلات عندي. الله يبارك. الناد كلات عندي. احنا ما عندنا الزهر. لا زيد. بزاف بزاف بيتنا كلات عندي لي دو زيكيب تاع بيتنا جاي الموب وجي اس ام بي كلاو عندي سي سي كلات عندي. عمي راشد شكون هي ليكيب اللي كانت شكون هي الماكله اللي كانت انت مختص فيها يعني كانت عندك ماكله بالنج وكذا جلا هذه وحده كنت شافع عليها؟ انا تربيت مع العربي الترينور تاع لانطانت عنده سبيسيال ماكله هو واللي هي هو كي قبل الماتش يمد بلا موسلين افيك بيفتك ويمد سلطه خفيفه يمد دو مورسو دو بان للجوار ويمد الديسير تاعو اما انجاص اما تفاح تسمع هذا ولا بلاك انا هذا هما واش كنت تعرف طيب؟ نعم انت واش كنت تعرف طيب؟ واش كنت تعرف الطبخ؟ او انا عندنا هنا لا سبيسياليتي تاع الروز لليوم واحد ما يقدر يديرها الروز واحد ما يقدر يديرها عمي راشد هم يشوفوا فينا دوكا خلاص تعني شحال اللي غلقت انا اللي خلقت المشوي صح. انا اللي خلقت المطور هذا اللي راهم يديروا فيه عطينا لا روسيت تاع الروز صدقها صدقها صدق لا روسيت مساكن الناس واش نقول لك الروز الروز لازم له الفواح تاعو وشنو الفواح الفواح واللي هما اللي زيكي ها لازم له اللحم اللحم كفته كاع يطيبوا هكا عطينا اللمسه ديالك واش يدير لها وشنو هي؟ وشنو هما الفواح؟ واش يديروا؟ الكزبر والفلفل الكحل والطماطم والفلفل والحمص وش يقولوا له؟ راس الحانوت ديروه لا لا راس الحانوت تسلموا يدير هذاك هو راس الحانوت يديروا كيف يقولوا له؟ الدبشه المعدنوس معدنوس انتم ديروا الصفر الابيض الكروت الجلبانه كروت جلبانه الجلبانه والحمص قلت لك ومن بعد كي تطيب المرقه نلعب الروز نخلطوه خطرتين ولا ثلاثه نحطوه عليه المغط ونطفيو النار يطلع الله يبارك مع حاجه اخرى كاش نطيبوه كما تهضر ان شاء الله ان شاء الله عمي راشد بارك الله فيك بارك فيكم واش تقول الناس الطيف اللي يشوفوا فينا ان شاء الله تبقوا على خير يا جماعه خير يعطيك الصحه الله يستر شكرا